تعالي يا لولا، تعالي يا لولا. ده نايم بره. انا بقول لك يا معاني طلع جوعان يا اختي. نايم. نايم محمود ابني كان بيعلمه من الادب. اللي جوه رضعين وهو مش راضي. ما انا بيعانوا ليه يا ما عانوا ليه يا موت. اوه يا صف نبيت عمو كله نبيت عمو نونا فينا كله دول نايمين ومتغطين. هو دولك منهم كبروا شويه، بطلع كل يوم الاقي واحد كده بره. اه بص عايز ينتحر، عايز يرمي نفسه. جعان يا ندى؟ لا جعان. هي امهم كانت معاهم؟ هي بتخش ايوه ترضعه معي. في حته في السلك كده سايبها. ايه اللي بتسيبيه؟ ايه الحته التانيه؟ سمع صوت طلع. هما بيعملوا دول بيستخدموا فمه. الصوت بيطلع على الصوت. هي التانية تلاقيها ما فيهاش لبن، جعانة بره يعني. على يا ست عارفة بتخليني عنده منى يا رشا. كل شوية تخش تخاف عليه. انا عايز ارفع برضه ده شوية بعد كده. لا عشان هيك طلعوا بره بياكلوا في الدرسين. امسكي يا ارتال كده. تطلع عليك وتمشي. اللي هي السودا ولا البيض؟ مش عارفه. بس طلعت بره مع الثانيه برضه. بس جت طلعت عليه ومشي. طلعت دي بس ده هي كل ما اخش لهم على النظام ده بتخاف عليه. هيطلع هيطلع هيطلع. البطايه تحسب رجعت ولا رجعت ولا شفتها ولا فص ملح وداء. ممكن يكون كلب كلب. لا المبرولة دي عشان جاي البيكر. ايه؟ لو عندي عيش بقى ايه؟ ساعات اسيب الصالة وهما سخن اسخن مين واسخن رغيف. يبقى ده مش هنسخن. هنجلس له من الروالة من الصبح بقى عشان جايبة ياسمين اختي ايه؟ اوريها بقى تحط الاكل ازاي وتعمل ازاي عشان انا بقى ماشية هسيبهم 3 ايام. سافرنا رايحين نودي الموسم لاختي متجوزه في كفر الشيخ اللي صورت لكم فيديو هناك قبل كده. كل ما بعت البيت عند ام عبير تقول لها ما تخلصيها
وعندها عصايتين البتوعتين بتاعتهم من تحت مش موجود. قال لها طب اديني واحده، قلت لي لا هنجيب له. طب اديني واحده ماشي نفسي بقى نجيب. ايش؟ يا ابني ليه؟ على فكره يا ندى في واحده متعسه. في واحده ايه؟ ايوه ما هي الشعر بتاعها بيبقى مليان كله صفر بيض. ايوه بياكلوا جلده من فوق. واكله بيضه اهي. ما انا بقول لك بياكلوا واقصد لهم جوزهم وبياكلوا ايه؟ ايه ده؟ الاسود فاضي. ما هو في اتنين اسود فاضي بس الكبيره. الطويل. ايوه. ما هي دي اللي مليانه. وصوت البوز وجبت العلاج وبرضه النفس فيه. خد يا ماما. خالد بيقول لي شكرت الدشيشة بتسعمية وخمسين جنيه. اللي هي 25؟ 50. 50 بكام؟ 900 وحاجة. الحاجة كلها ولعت وغلت. أنا من ساعة ما جبت البطاطا دي ولا اشتريت دشيشة ولا ردة ولا علب وموفرة. والله هما بدأوا يزيدوا إلا لما جبتها. تعال تعال تعال. فيها بروتين برضه. أقول لك احسن حاجه من الاطفال. خدي يا ماما السكين. السكين ما كنت عايزه الم ال الاول. وانت طالعه على السلم كده الساكنه اللي في وشي والساكنه اللي في وش محمود سيلفي لو لقيتي اكياس يبقى هي متعلقه يبقى هي اكياس اكله وجا وانت طالعه. وانت لو عندك اكل بص لما تتقطع اربع تربة ادي شوية اللي عندنا ده بس يا بيت مبينين في الخياء. عامل ايه يا محمود؟ عايزك لما تيجي هنا اجي الاقيك مطير فرخه مطير حاجه. اه هيطير قرن. هات يا بقى يا اختي هات يا بقى. حطي هنا اهو بقى حطي هنا اهو بقى. البتاع ده البتاع ده الارنب خلاني قاعده جه تحتيه وخد الغيط من الكيس ومش ايوه ماما بياخدوا العيش ويجروا يتركن على جنب يخلصوه ايه. لا عملت لك كل يوم تعمل الموال ده وزي كنا بتبيض لي ست فرخات في اليوم ست بيضات في اليوم. واجي مسكتها قلت يمكن عليها بيض عامله قلق وما عليهاش ولا بيضه. عندها التعبات في طب اوديها للدكتورة نسا دي ولا اوديها؟ فاكره اللي وديها للدكتورة ورا مع الراحة. خدها كويس يا ده سيبها له كده ولا دي مسلوقة؟ هاتيها ده دي ضربت هاتي نحطها لهم ما بياكل. هتدول ايدك ليه؟ بعمل لهم بقى انا البرسيم على العيش على البطاطا كده اهو وبياكلوا. ما تسيبي دي هيلموه هيلموه على ما نكنس ونخلص هيلموه. لا اصبر اصبر عشان انت رايحه بالعيال الجلسه عشان ما يبقاش ريحه البتاع. اصبر انت بس تعالي يا ماما اوعي انت بس تعالي يا ماما. مش مش انزل تحت شويه على الايد بس بس ده مستخبى ازاي. ودي يا ساسا عارفه كانوا بيموتوا في البرسيم كنت لو حطيت ايه قدام وسيبوا كل حاجه لو خلص البرسيم ساعه ما جبت البطاطا. دلوقتي بصي بتلقط البطاطايه تنقي البطاطا الاول بعدين تخش على البرسيم. هي جميله ده كويس ان هي هم فاكرينه جزر ياكلوا جزر جزر. جابكم جزرة وحرمكم من حاجة مش حرمكم من حاجة. الأوضة دي رشاك منهم ما بيخشوهاش. الحاجة اللي فيها نشف المطقطة على طول سهلة بقى هي نقفل عليهم وما تطلعيش حاجة بره. هخلي محمد إن شاء الله الجمعة الجاية لما يقعد من الشغل يسدلي الشباك ده عشان القط. عاملة لي عشة فوق العشة عاملة لي بيت وهذا فيه القطة بتاكل البيض مش عارفه الاقيها منين من الفراخ ولا من القطة. مش سالت شيخ يا رشا اول امبارح لقيته ماشي في الشارع كده وقفته قلت له بعد اذنك عايزه استفسر منك على حاجه. انا مش سامع منك حاجه. تعالي الناحيه دي بقى ما انا هعلي صوت اكتر من كده.
بقول لك سالت شيخ وقفته لقيته ماشي في الشارع كده، قلت له عايز استفسر على حاجه من حضرتك، قال لي اتفضلي يا اختي. قلت له بقى على القطه، قلت له في اتنين قالوا لي احنا سالنا الشيوخ والشيوخ قالت ادام تعدت على حاجتك سميها، وانا مش راضيه وخايفه اشيل ذنبها، فقلت اتاكد واسال انا بلساني يعني كده اتاكد من المعلومه. وكان املي خلاص ان هو يقول لي اه ليك الحياه انت تسميها، قال لي لا ما اقدرش اجيبك في حياتي وما رضيتش. والله عندي السمك، ما انا ما خايفه بقى. ايه ما انا خايفه بقى عشان كده والله مش راضيه اسمها. هذا اللي ما اقدرش افيدك، هسال برضه اشوف الشيخ محمود كده ولا اي شيخ تاني. والميه لو الميه قطعه بنملى الازاز الصغيره ده نحطها جوه حلو، لو لقيت ما فيش ميه في الحنفيات يعني. افتح الرشه دي كده. لا وقفي يا ام، وقف عشان حضرتك تعرف. اللي باله معلم البودره بتاع الاملاء قبل ما انسى. عارفه لما اللي هي بتبقى متغلفه كلها بالبودره دي، طلعت امبارح لقيتهم مش واكلينها، فبقت شكتر بقى فيه. بص احنا دخلت الطيور كلها هنا اهيت وهنقفل عليهم. ايه ده، ايه الدغلشه دي؟ كان في حاجه في الكاميرا غريبه كده، جت منين دي؟ استنوا كده امسح لكم الكاميرا. لا طبيعية. اه الاضاءة بتاع ال، بس ازاي جت ازاي يعني اتفعلت مع دي جه بعد ازاي مش عارفة، مش فاهمة حاجة. المهم دخلنا الطيور كلها هنا اهوت عشان حبايب قلبي بقى ولادي التانيين هسيبهم 3 ايام. فسلمت العهدة لاختي الكبيرة، قلت لها بقى هي اللي هتبقى ملزمة بيهم زي ما سمعتوا 3 ايام دول، عشان احنا ان شاء الله رايحين نودي الموسم لاختي التانيه اللي متجوزه في كفر الشيخ. ظبطنا الاوضه كنسناها، ظبطناها وروقناها لهم كده وروقنا عليهم، وهملى لهم الميه هنا بقى واحطها لهم هنا ان شاء الله. وبصوا هنا ادي لميت دوت اهو، وبكمل اهو هكنس انا اكمل السطح. احنا كنسنا جوه، ام ياسمين كنست اللي جوه، وانا هكمل بقى اللي بره دوت وهلم الزباله عشان الفيديو ما يطولش عليكم. انا هلم بقى الدنيا كلها هنا بس بعد ما احط لهم الميه الاول واحط لهم العلاج. ماشي يا حبايبي، هتوحشوني يا اولاد والله هتوحشوني. امال الارنبه التانية فين؟ لكوني بره. طلعت طلع روحي كلي بقى، ولا شبعتي؟ الباب كان مقفول ودي كانت هنا لوحديها فشبعت بقى. الفرخة دي كل يوم تعمل لي الأزعرينة دي كل يوم، واللي يسمعها كده يقول بتبض بضوز مش مش بتبض فراق. ياكلوا بيشبعوا من الخلطة دي. والله ما عايزة أسيبكم، أسيب الباب مفتوح لحد أحط لهم المية وأسيب الباب مفتوح عليهم كده معايا كده وأنا بلم في المهرجان اللي بره ده. هكمل هلمه على طول في شوال، برضو مع عندي شوال تاني زي دوت هلمهم بقى كده. ايه ظبطنا الدنيا وروقت الشقه تحت بقى ترويقه محترمه كده بذمه، وبغسل تحت طبعا في الغسيل وشلت الملايات والدفايات والحاجه. هلم الغسيل على ما اغسل دول تكون نشفت، واظبط غسيلي كده وحاجتي كله هلمه، واللي لسه مش هينشف هلمه الصبح ان شاء الله قبل ما امشي. احنا هنمشي اخرنا 8، احنا كنا عايزين نمشي 7 بس الاوبر اللي طلبناه معانا رقم 1 قال لنا هيبقى معايا دوره بتاع مدارس فخلاها على الساعه 8. قلنا له خلاص ماشي، فهيجي لنا على الساعه 8. قدامي بقى زي ساعتين كده مثلا، لو صحيت 6 ولا حاجه قدامي ساعتين، لو باقي حاجه في على الغسيله المها اطبق مش عارفه بطانيه، اشد الشقه تاني بالمكنسه. الاوضه ما بتخلص، الاوضه ما بتخلص. هحط لهم بقى الميه دلوقتي عشان تلاقوهم عطشانين وارجع لكم. حطيت لهم شويه ميه قليلين في البلاستيكيه ديت عشان حاطه فيهم العلاج، وقبل ما انزل هكمل لهم باقي البلاستيكات بقى واكمل لهم الميه كلها يعني وازودها.
شوفوا لما رفع، بصي شكله معسل والله. اسيبكم امشي حبايبي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ايه العسل ده، ايه السكر ده؟ ايوه كده ايوه كده، وريني السيرك بتاعك. شكله معسل. نشوف التاني. ايوه هما حركة بس كده تديهاله وهما يقوموا بالواجب. البراءة يا اختي يا اختي على البراءة. حبايبي حبايبي حبايبي، نايمين وما انتخين. بصوا ادم نايم وشبعان كده وما بيفرقش كتير، بصوا يبقى هو شبعان رضع وشبعان. هو ده اللي شقي، ده ده اللي شقي ده. عسل شكله. امسكه لكم بس هتلم علينا ابوك وامك. يا لهوي بصوا بصوا سمعي تحسهم، بصوا بصوا جاي تبص عليا منين. الام برضه قلب الام قلب الام، ما سيبهم لك اهو. بصوا بصوا عشان ما يبقاش قلبك ملهوف عليهم. بصوا شافتني طلعت عملت نفسها بتاكل. بريء يا بيه بريء يا بيه. يلا اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامه.